إذا تصفيقات حارة للسي الحاج محمد بن جلول على أسباب الخدمات للرياضة المغربية سواء خلال السنين التي مضت أو في الوقت الحالي والذي لا زال يعطي للمجال الرياضي عطاء كبيرا. إذا السي الحاج الذي سيسلم له الجائزة أحد الشبان الصاعدين نور الدين مستنيس بطل المغرب العربي في مجال الغطس. إذا السي الحاج شنو الشعور ديالك بعد هذا الفوز بالجائزة؟ شعور لا يمكن التعبير عنه لفائدته ولجوده وكرمه، وهذا إن كان أول مناسبة للاعتراف بجميل لمن يستحقه في ميدان الرياضة في المغرب فهو ثاني مناسبة وقعت في العالم. المناسبة الأولى كانت في كندا، حيث أن المسؤولين هناك عن الرياضة أكرموا الأستاذ الذي كان سياتيني بعده الاسم ديال هذا السيد، وهو كان عضو معي في اللجنة الأولمبية الدولية. في الحقيقة بالنسبة للعالم بأسره فهذه المناسبة هي الثانية، فأنشأنا بأجمعنا وبعمل مشترك اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية عام 1959، وفي نفس السنة يسر الله لنا فانخرطنا في اللجنة الأولمبية الدولية، وإذاك كان رئيس اللجنة هو إيفري برانديش، وكان الكاتب العام، وكان يسمى بالشانسيلي دي سيو، وهو